واليوم ضيفنا واحد من هذه القامات العراقية اللي ترك وما زال إلى بصمة واضحة جدا ومؤثرة جدا في عالم الموسيقى والفن العراقي. ضيفنا اليوم مسيرة حافلة بالإنجازات الرائعة في عالم الموسيقى، تعب واجتهد وطمح ودرس وتخرج على أيدي أجيال بعالم الموسيقى. ضيفنا اليوم هو عازف آلة الكمان والعود باحترافية لم يسبق له مثيل، ملحن ومؤلف موسيقي أيضا، أسس فرقة التراث الموصلي لأعمال الملا عثمان الموصلي، وأسس أخيرا أوركسترا وتر اللي حققت نجاحات حافلة في مشاركتها الفنية على مستوى الوطن العربي. إذن مشاهدينا ضيفنا اليوم المايسترو محمد محمود، نقول له يسعد صباحك. يسعد صباحك. الله ينورك. يسعد صباح مشاهدينا ومتابعي قناة دجلة الفضائية. بداية أستاذ أنا حابة أعرف من وين بديت وشلون بديت، وأعرف أيضا محبيك والجمهور اللي يتابعك واللي يستمتع لكل ما تقدمه أنت. بسم الله الحمد لله. يعني البداية كانت معي بالمرحلة المتوسطة أو النهايات الابتدائية. كنت أحب الموسيقى، أسمع الموسيقى، وكان عندي شغف بسماع الموسيقى، وكنت يعني حتى أعرف أسماء الآلات الموسيقية وأنا في صغر سني. يعني هذا كان دافع، وكنت أشوف عازفين الموسيقى وخاصة آلة الكمان، كنت أحب آلة الكمان وأعشق آلة الكمان، فحبيت أتعلم على هذه الآلة ومن هنا بدأ المسير. نعم حلو. طيب أنت يعني شنو اللي خلاك تحب هذه الآلة؟ يعني أكو كل واحد من عندنا من يحب يتعلم شغلة لكن لازم يكون أكو دافع، أو أكو شخص من العائلة فنان ومحب لهذا الفن، أو هو بموقف معين يحس أنه هذا الفن موجود بداخله. والله هي مرة أحيانا تكون هذه موهبة ربانية، والحب يكون حب رباني. يعني في عائلتنا ماكو ولا واحد يعني في الوسط الفني، لا موسيقى ولا فنون، لكن هذا الشيء كان خلينا نقول موهبة خالصة كانت. نعم. زين أستاذ، حابين نعرف شنو الأقرب إليك بالعزف، الكمان أو العود؟ والله هي آلة الكمان هي أقرب، يعني آلة الكمان أقرب لتعبير المشاعر والأحاسيس، تظهر لآلة الكمان بشكل أفضل بكثير من باقي الآلات، هذا بالنسبة لي أنا. آلة العود هي جد آلة مكملة، أنا بالبداية كانت مع آلة الكمان، لكن بعدين تحولت إلى آلة العود بسبب أنه آلة العود هي آلة تخص التأليف الموسيقي. يعني كعزف وكتمارين وعزف أغاني وكل ما أحب نسمعه كنت أعزف على آلة الكمان، لكن بعد فترة حبيت تحول إلى مرحلة أخرى من الاهتمام الموسيقي. حسيت أن الموسيقى هي ليست فقط عزف وأغاني فقط، يجب أن تكون هي الرسالة. فآلة العود هي آلة اللي تخرج من خلالها الألحان. نلاحظ أنه كل الملحنين آلة العود دائما تكون معه مصاحبة في ترجمة الكلمات إلى أغاني، وأيضا نفس الوقت هي آلة العود ممكن تخرج من عندها الألحان. آلة الكمان تجي تأسس لهذا اللحن اللي وضعته آلة العود وتضع اللازمات الموسيقية والتوزيع الموسيقي. يعني أنت بشكل أوركسترا كل أساسيات البداية الصحيحة وكل أساسيات يعني فن رائع الأصيل اللي بصراحة احنا نقتدي به ونفتخر به. لكن أنا حابة أسمع من عندك شيء إذا ممكن. طالما احنا في الصباح وما دائما تكون معنا فيروز في الصباح، اكيد رفيق الصباح، فراح نسمع شيء من فيروز. تفضل. Mm-hmm.
برافو. احيت صباحنا من جديد بكل صراحه بهذا العزف جميل دائما ان شاء الله جميل ورائع. احنا حابين نتعرف على يعني المشاركه او يعني الفرقه اللي انت سويتها يعني للتراث الموصلي الخاصه به المولى عثمان الموصلي، شنو سببها وليش تحديدا يعني هذا الشيء اختاريته؟ هذه الفرقه صار لها سنوات تاسست وحاليا متوقف العمل بها. نعم. تاسست تقريبا في 2010 2011 تقريبا. هذه الفرقة كانت مكونة من عازفين من ما يسمى بالتخت الشرقي، يعني كمان وعود وناي وقانون. نعم. وإضافة إلى منشدين اللي يؤدون هذه الأغاني. الفرقة ساهمت يعني بتأسيس وإعادة فن الملا عثمان الموصلي، هذه القامة الموسيقية الكبيرة ليست في العراق إنما في العالم العربي، هذه الشخصية اللي قدمت الكثير من الألحان. نعم. والتنزيلات الموصلي. هو كان شاعر وكان متصوف وكان عازف وقدم الكثير من الأعمال الموسيقية التي إلى حد الآن تقدم في العراق وفي العالم العربي. نعم. شاركت هذه الفرقة في مهرجانات وقدمت أعمالها في إسطنبول وفي أيضا في المغرب، كانت هناك زيارة بدعوة من السفارة العراقية. في المغرب قدمنا حفل الجالية العراقية في المغرب هناك. وللأسف بعد دخول تنظيم داعش للموصل توقفت أعمال هذه الفرقة. ما نفكر يعني ترجع من جديد تحيي هذا الشيء أو هذا التوقف لشو وقت راح يبقى؟ والله الزملاء اللي كانوا موجودين معي في هذه الفرقة اللي هو المنشد الأستاذ رامز الراوي هو أحد أهم عناصر الموسيقية في مدينة الموصل اللي قدم الكثير من الأعمال خاصة بملا عثمان الموصلي، وأنا اشتركت معه في توزيع كثير من هذه الأعمال ونزلناها في ألبوم. هذا الرجل استمر في هذا العمل حاليا وعاد تنظيم هذه الفرقة مرة ثانية. أنا انشغلت بأوركسترا وتر وانسحب. أكيد احنا الحديث يطول وياك ويعني لازم نسمع من عندك فشي ثاني، لكن بالبداية خلينا نشوف ونتابع هذا الفيديو وبعدها راجعين. هذا الشيء الجميل اللي شفناه، أنا حابة تحكي لنا بتفاصيل أكثر عنه وعن المشاركات اللي حصلت فيه. هذا البرومو هو كان برومو خاص بأوركسترا وتر، وكان تعريف عن أوركسترا وتر، الأوركسترا اللي تأسست نهاية عام 2020. نعم. هذه الأوركسترا كانت بفكرة ودعم ومساندة من قبل زملائي من الشباب الموهوبين الموسيقيين اللي كانوا موجودين في مدينة الموصل ومن أصدقائي الموسيقيين. الفكرة طرحها علي راديو الغد، هذا الراديو الإذاعة المحلية الموجودة في مدينة الموصل، بعد عودتي من تركيا ومن إسطنبول تحديدا. الفترة اللي ذهبت فيها إلى إسطنبول تقريبا 4-5 سنوات بعد تحرير مدينة الموصل عدت العراق، فمجرد عودتي طرحوا عليها الفكرة في إنشاء أوركسترا وإعادة الفن والحياة مرة ثانية لمدينة الموصل. فقمنا بإعدادات لهذا الموضوع وقمنا بطرح يعني من له رغبة أنه يشارك بالموسيقى ويعزف، وتقدموا الكثيرين من العازفين الموهوبين من الشباب واخترنا منهم مجموعة. نعم. وقمنا بالتدريبات، كان مثل ما ذكرت الدعم والإسناد كله لوجستي. أكيد هاي إن شاء الله تتيح الفرص للشباب إنهم
يعني يقدمون كل ما عندهم من طاقة وكل ما عندهم من مواهب من خلالكم وخلال هاي المشاركات. بالضبط. فخلال 6 أشهر بدأنا بالتدريبات، وقمت بتدريس الموسيقيين على آلة الكمان، واستقطبنا بعض العازفين أيضا من خارج المحافظة، من خارج مدينة الموصل، تدريس الموسيقيين على آلة الجلو وغير آلات. وبعد 6 أشهر تقريبا قدمنا العرض الأول، وكان هذا العرض على مسرح الربيع، هذا المسرح الذي كان مهدم بفعل الحروب والدمار، وقدمناه على مسرح وعلى أنقاض المسرح، يعني كان بجهود من فرق تطوعية من الموصل قاموا بتنظيف وترتيب هذا المكان، وكان عرض جدا ناجح. والحمد لله بعده استمرينا بالبروفات، وحصلنا على دعوة من وزارة الثقافة الإماراتية لحضور في تقديم عرض في إكسبو دبي 2020، فذهبنا أيضا وقدمنا هناك عرض، وكان عرض جدا ناجح لأنه كان بحضور وزراء الثقافة العرب، كلهم أشادوا بالفرقة وكان اهتمام إعلامي بها. بحضوركم بحضور الفن الأصيل اللي أنتم أخذي وياكم لدول ثانية، وهاي الثقافة العراقية اللي أنتم جاي توصلوها لكل الدول العربية، أنا بصراحة كلش فخورة بكل ما تقدمونه أنتم. شكرا. العرض الأخير كان في مسرح الجامعة، كان مسرح مهدم وإعادة إعماره. حاليا إحنا نشتغل بروفاتنا على المسرح اللي راح تكون هناك، عندنا وصلت عندنا دعوة من وزارة الثقافة والإعلام العراقية لتقديم عرض في بغداد على المسرح الوطني، والبروفات والتحضيرات مستمرة لهذا العرض إن شاء الله. نعم أكيد، إحنا بصراحة حابين يعني نستثمر الوقت أكثر وياك ونسمع في شيء ثاني ولو طلباتنا زادت عليك. لا لا، بس إذا أنت تحبون تسمعون شيء، لأن ما في بالي شيء. أنت شنو اللي تحب يعني قد ما فدى أشياء تكون يعني جميلة الناس تحبها؟ أكيد نسمع للقيصر إذا تحب، لكن قبل ما نسمع القيصر إحنا عندنا سؤال كلش حابة تقدمه إلك زميلتي هند من البداية، لأنه لفت نظرها هذا السؤال. إحنا نشوف مشاركات كثيرة إلك، لكن مشاركتك مع القيصر شنو كان شعورك وشلون صرت وقدمت فيه؟ مشاركتي مع الفنان كاظم الساهر كانت في تسعينات القرن الماضي في عام 95 تقريبا، أثناء تواجدي في عمان، كنت في فترة من فترات في عمان، كنت أدرس الموسيقى في معاهد الموسيقى هناك، فصادف وجود كاظم الساهر في مهرجان جرش في عمان. أنا كنت في حفل افتتاح المهرجان جرش مع الفرقة الأردنية، شاركت كعازف كمان مع الفرقة الأردنية، والفنان كاظم الساهر كان في ختام المهرجان، فموسيقيين موجودين هناك يعرفون بي، فقدموني الفنان كاظم الساهر وقدمت للفرقة، وكانت فرقة كبيرة جدا، كانت متكونة من أكثر من 40 عازف، وبهذه الطريقة شاركت بالعزف مع الفنان كاظم الساهر. ما شاء الله عليك، احنا حابين نسمع من عندك شيء القيصر أنت تحب تعزفه. والله شيء يوصف شعورك بذاك اليوم. والله ما في بالي أغاني، أنا صراحة مقل بعزف الأغاني، بس ربما كان أغاني الجيل القديم يعني أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم كان تستهوينا أكثر. راح أعزف لكم شيء من كاظم الساهر هسه إذا خطر في بالي. تفضل.
إحساسك اللي وصلنا، وأنا متأكدة مليون بالمئة وصل المشاهدين، وهسه صباح المشاهدين صار حلو، وهسه يعني يريدون يحيون صباحهم من جديد ويبدون الصباح من جديد بسبب هذا العزف. شكرا لك. أنا حابة أعرف الأشياء الجديدة، الأعمال الجديدة اللي أنت بأفكارك أو ببالك تريد تقدمها للعراق أو تقدم العراق بدول الخارجية. احنا مستمرين بتقديم الاعمال، يعني اعمال فرقه اوركسترا وتر غالبيه هذه الاعمال من مؤلفاتي تخص يعني بالخصوص في صراحه مدينه الموصل، باعتبار مدينه الموصل هي مدينتي. فاقدم هذه الاعمال، وحبيت تكون هذه الاعمال تقدم بطريقه عالميه تصل للعالميه، ونجحت الحمد لله في تقديم كثير من الاعمال هذه في قنوات فضائيه عالميه، حصلت استضافات لي على هذا الموضوع، وفي صحافة أيضا إسبانية وفرنسية جاءت وشاركت جاءت وتابعت بروفاتنا وأخذت تقارير عن هذا الموضوع. نعم. شاركنا في مهرجان في بلجيكا بس عن طريق الأونلاين في وقت اللي كانت في أزمة كورونا، قدمنا بها مقطوعتين من هذه المقطوعات المؤلفات الموسيقية. يعني الموسيقى لا تنتهي والطموح للموسيقى لا ينتهي، لكن عندي أنا الطموح يعني دائما أسعى، أنا أحب الموسيقى التصويرية ودائما كنت أتابع موسيقى تصويرية بالمسلسلات والأفلام العربية، فكنت أسمعها وأحب أنه أسس لهذا العمل. الدراما أحب الدراما، ولهذا الدراما والموسيقى مرتبطة مع بعض، فطموحي أنه هذه المؤلفات الموسيقية أنه في يوم من الأيام تكون موسيقى تصويرية لأحد المسلسلات العربية أو العراقية في قنوات الفضائية اللي تعرضها. تستحق أن تكون يعني مكان عالي جدا على هذا العزف اللي سمعناه. أنا حابة أعرف مين أتعرف على يعني شنو لحنت أنت؟ نرجع لمجال التلحين لأنه أنت عندك تجارب بي أكيد، فأنت شنو لحنت؟ والله الألحان كألحان أنا غالبيتها موسيقات، أكثرها الألحان هي مؤلفات موسيقية. نعم. الأعمال اللي عندي هي كانت كلها كانت أعمال وطنية، أناشيد تخص العراق بشكل عام، وبعض الأناشيد الدينية عندي كان بها تنوعات موسيقية، لكن مثل ما ذكرت أنه الاهتمام الأكثر هو بالموسيقى التصويرية المؤلفات. نعم. عندي هو يمكن أفضل ما موجود هو موسيقى عندي ألبوم قبل تقريبا أكثر من 15 سنة، كان اسمه ألبوم محلتنا القديمة، كنت أعمل به موسيقى تخص مدينة الموصل وأزقة المدينة وحواريها. هذه الموسيقى تقدمت في برنامج في فضائية الموصلية وبعدين في فضائية سما الموصل. البرنامج كان يتحدث عن الموصل وعن عاداتها، فهذه الموسيقى يعني في كل القنوات العراقية عاليا، وأي برنامج يتحدث عن مدينة الموصل تظهر هذه الموسيقى صراحة. يعني بما أنه هي بكل القنوات موجودة، لمجرد أنه نذكر الموصل وأنت ضيفنا أحد يعني أهالي الموصل، فحابة أسمع هذه يعني الموسيقى اللي أنت ذكرتها. نعم. من عندك بصراحة تطلب في كل مكان دائما في أي فضائية تتقدم، فأنتم تستحقون هذا الشيء إن شاء الله. شكرا لك.
أنا وزميلتي نتمنى ما ينتهي العزف أبداً يعني. وأنا دائماً أذكر شغلة مهمة لكل الضيوف أهالي الموصل، لأن الموصل تستحق، والموصل محظوظة بأهاليها لأنه يحبونها ويعشقونها عشق يعني ما تتخيله. وش قد ما نوصف الموصل بجمالها على الرغم من الصعاب اللي مرت بها، هي دائماً موجودة ودائماً حية وتزهر بناسها الجميلة، بفنها الجميل، بثقافتها الجميلة. فأنا أحييك وأفتخر بيك وبكل أهالي الموصل. شكرا جزيلا، شكرا هذا الإطراء، هذا الكلام الجميل النابع من مشاعر رقيقة وحاسيس، يعني احنا نشكركم عليها. شكرا لك، يعني أتمنى الحديث يطول أكثر، وأتمنى أنه يعني يعني ما تحسها أنه طلبات هواية طلبتها من عندك، لكن أختم حلقتنا أيضا يعني نختم حلقتنا لهذا اليوم بعزف جميل من عندك من اختيارك أنت، ويعني هذا يكون نهاية الحلقة وهو ختام الحلقة. نختم حلقتنا بعزف موصلي جميل من يعني فنان رائع ويعني قمة من غامات العراق. أنا أشكرك جداً بدايةً، وأشكر الشيء اللي قدمته، وأشكر همين المشاهدين، وأتمنى لهم نهار سعيد مع هذا العزف الجميل اللي راح نسمعه ونختم حلقتنا به لهذا اليوم.